اسمح لي أن أهني العراق على هذا الإنجاز الكبير الذي يثبت دائما أن العراق قادر على تجاوز كل التحديات والمحن. نحن كصحفيين فرحنا كثيرا عندما كنا نشاهد طائرات الرؤساء والملوك والقادة العرب تهبط في مطار بغداد ليستعيد العراق عافيته من جديد، ويؤكد الأمة العربية ولدول الإقليم والعالم أنه دائما حاضر وقادر على تجاوز التحديات. فيما يتعلق بسؤالك الكريم، الأردن والعراق يتمتعان معا بعلاقات استراتيجية تربطهما دائما الجغرافيا والدم وحتى المصير المشترك. ما يتعلق بأمن العراق، أمن العراق ضروري جدا لأمن المنطقة، ضروري جدا لأمن الأردن، وأمن الأردن كذلك ضروري جدا لأمن العراق. الأردن تأثر كثيرا فيما يجري بالعراق، إذا كان هناك عراق قوي، عراق مزدهر، فكذلك هو الأردن والمنطقة العربية، فكلا البلدين مكملان لبعضهما البعض. الأردن يعتبر نقطة وصل كبيرة بين منطقة أفريقيا والبحر الأبيض المتوسط فيما يربط العراق مع المنطقة الشرقية كاملة. فبالتالي إذا كان العراق يعاني فإن الأردن يعاني والمنطقة العربية تعاني. إذن هذه مرة ثانية التي يجتمع فيها جلالة الملك عبد الله الثاني بالقادة العراقيين خلال شهرين تقريبا، وهذا يدل على حرص الأردن على إقامة علاقات قوية مع العراق، يكون عراق قوي منسجم متكامل بين كافة الأطراف والفصائل. طيب، يعني العراق اليوم أثبت للجميع بأنه لا يوجد هنالك لديه خلافات مع دول المنطقة أو حتى باقي الدول. اليوم كما نعرف من خلال هذا المؤتمر وقبل هذا المؤتمر كانت هنالك خصومات بين دول إقليمية ربما ودول عربية. هذه الخصومات هل تحلحلت جميعها في هذا المؤتمر؟ هنالك شراكات وتعاونات في هذا المؤتمر في المجال التجاري الاقتصادي الطاقة غير ذلك. الأردن بماذا استفادت بالضبط من هذا المؤتمر؟ نعم، فيما يتعلق بالشق الأول من سؤالك، الخلافات أعتقد بدأت في طريقها للحل نوعا ما، ليس بين جميع كافة الدول التي بينها خلافات، لكن على سبيل المثال رأينا اليوم لقاء مهم جدا لأمير دولة قطر مع نائب رئيس مجلس نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن راشد المكتوم. كذلك رأينا طبعا هذا كان برعاية عراقية، رأينا كذلك لقاء مهم جمع الشيخ تميم مع الرئيس عبد الفتاح السيسي. هذا دليل على أن العراق قادر على قيادة والقيام بدور دبلوماسي قوي في المنطقة العربية وفي الإقليم. فيما يتعلق بالشق الثاني من سؤالك، نعم البلدان مكملان لبعضهما البعض، الأردن والعراق بيناتهم مصالح مشتركة كثير، علاقات تجارية كبيرة. على سبيل المثال الأردن والعراق الآن ومصر كذلك بطريقهما لمد شبكة الربط الكهربائي، خط الربط الكهربائي الذي يأتي من مصر عبر الأردن للعراق، ونحن نعلم كثيرا يعاني العراق من قطع التيار الكهربائي وضعف التيار الكهربائي، فإذا ما تم البدء بتنفيذ هذا المشروع على أرض الواقع سيستفيد منه البلدين. كذلك فيما يتعلق بمد خط انبوب النفط العراقي، تفضل بالأمس رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى الكاظمي وعندما قابلناه كوفد صحفي أشار وأوضح أن هنا تم تكليف وزير النفط العراقي بالقيام بدراسة لهذا الأنبوب، فبالتالي هذا يعود بالخير الكثير على المنطقة العربية وعلى العراق. فبالتالي نستطيع أن نقول أن الدولتين مكملان لبعضهما البعض تجاريا واقتصاديا، والكل يعتمد على الثاني. طيب سيد فيصل، لننظر إلى المؤتمر من زاوية أخرى. اليوم شاهدنا تقارب مصري قطري، إماراتي قطري، إيراني إماراتي أيضا، لعل هذا التقارب يؤسس إلى مرحلة جديدة من تطوير العلاقات في المنطقة. كيف ترجح سيكون مشهد العلاقات في مقبل الأيام؟ نعم. وكيف يمكن استثمار هذا التقارب بين هذه الدول؟ نعم. هذا هو الدور الحقيقي الذي يجب أن يقوم به العراق والمؤمل من العراق. اليوم في البيان الختامي وزير الخارجية العراقي بيّن أن هذه المرحلة الأولى من اللقاءات ويمكن البناء عليها. ما تفضلت به صحيح 100%، هذه لقاءات مهمة بدأت الآن تظهر على أرض الواقع هنا في العراق. العراق اليوم بات يجمع ولا يفرق. سابقا كنا
كنا نرى العراق عبارة عن مسرح للمنظمات الأرهابية في بعض المناطق، لكن العراق اليوم يثبت أنه يجمع ولا يفرق. ما تم من لقاءات على أرض العراق هو بداية الطريق لحل الخلافات العربية، والعراق استطاع أن يجمع هذه الأقطاب هنا في 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 أرض بغداد، أرض السلام. بغداد الآن تعود لتكون أرض للسلام. قد نرى فيما بعد في الأيام القادمة نتائج كذلك هذه القمة وهذا المؤتمر، مزيد من اللقاءات بين بعض الدول التي بينها خلافات. وأنا أعتقد إذا كان هناك نية حقيقية صادقة لتزدهر المنطقة بالسلام، يكون نتائج قوية في المستقبل بإذن الله.